ليهم طلة وليهم كاريزما وليهم حضور قوي، دمهم خفيف قوي، ويعني صراع الغضب قوي، قنبلة نووية سريعة الانفعال أو سريعة الاشتعال أو الانفجار. يعني أبراج الأسد، رجال ونساء، أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن توافق برج الأسد مع كل الأبراج، سلسلة حلقات التوافق. يا جماعة احنا ماشيين بالترتيب كده، عن الحلقة الجاية هتكون برج العذراء، وهنعمل لكل الأبراج. طلب واحد في البداية كالعادة، دوسوا كلكم لايك رجاء، يعني عشان نتجمع كلنا وكله يشوف الحلقة، ومحدش يعني يكون كان مستنيها وتفوت الحلقة أو تروح عليه. دوسوا لايك عشان كلنا نتجمع، وكمان عشان كلنا نتبادل ونتشارك الآراء. والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما عملليش فولو على الانستجرام مثبت في أول تعليق الرابط يعمل له فولو، وتعالوا نشوف الأسد مع الحمل. إيه رأيكم؟ ايه رأيكم يا ابراج الحمل اللي بتشوفونا دلوقتي لما تلتقوا مع برج الاسد الناري؟ انتوا الاتنين اقوياء، يعني الحمل رجل او امرأة، برج من الابراج الاقوياء، والاسد طبعا وشيء مفروغ منه برج قوي. ايه رأيكم انتوا في طبيعة العلاقة دي؟ دائما يعني اما يبقى في برجين فيهم الصفات دي، احنا بنقول في قاعدة كده، بنقول ان هما ابراجها هتبقى قوية على بعضها، يعني مش بتوع تنازل. وهي دي المشكلة الرئيسية اللي ممكن تقابل اسد مع حمل، اللي ممكن تقابل برج الاسد مع برج الحمل، عدم التنازل لو حصل مشكلة بينهم. الاسد عمره ما هيتنازل، او في اغلب الاحيان هو مش بتاع تنازل، ده القاعدة بتاعته والمعروف عنه. والحمل نفس الكلام، بيركب دماغه وبيركب عنده، ومش هيحط واطي لبرج الاسد يعني، وهيبدأ ان هو كمان ما يتنازلش. ما عدا كده التوافق بين البرجين دول، احنا دايما بنقول ان هو توافق كويس، الاتنين بينجذبوا لبعض، الاتنين دمهم خفيف، رتم حياتهم قريب جدا من بعضه، بيحبوا الانطلاق، ما بيحبوش الكآبة، بس مشكلتهم في العصبية وفي سرعة الغضب. في العصبية وسرعة الغضب هي دي بس المشكلة اللي ممكن تكون بينهم، وفي حتة عدم التنازل. طبعا احنا في التوافق بنركز على السلبيات عشان تقدر ان انت تحط ايدك على المشكلة وتعالجها. أما برج الأسد مع برج الثور، فأيضا ممكن أن يقع الصدام سريعا نتيجة إن برجين من الأبراج القوية، فهيكونوا أقوياء على بعض. هل الثور اللي احنا عارفينه عنه، البرج اللي دماغه زي الحجر ده، هو عنيد جدا برج الثور؟ وفي أحيان يعني كثيرة لما يكون مقتنع بحاجة لا يقبل النقاش، ولا يقبل أبدا إن هو يغير رأيه. وهل هيسمع كلام برج الأسد اللي عايز يقود؟ ما هو برج الأسد في أي علاقة أيا كان عايز يكون القائد، ما هي دي حاجة هو مفطور عليها. وبرج الثور صوته من دماغه، من الأبراج ومن الشخصيات اللي صوتها من دماغها، وما تقتنعش أبدا بأي رأي تاني غير رأيها ده في أغلب الأحيان. هل يسمع كلام برج الأسد؟ هل يقبل إن هو يقاد من قبل برج الأسد؟ لا طبعا. ومن هنا هي دي ممكن تكون نقطة الخلاف بين البرجين دول. وكطبيعة مثلا برج الثور، ان هو برج زي ما احنا بنقول، هو مش بتاع، دايما بنقول مش بتاع تزويق في الكلام، واحنا قلنا كتير قوي الابراج النارية بتحب المدح، المدح بالكلام كمان بيأثر فيها، وما بالكم لما يكون برج الاسد على رأسها الابراج النارية برج الاسد. هيفتقد الحتة دي مع برج الثور ومش هيلاقيها، ومن هنا هيبدأ يحس ان الثور مش بيقدره، الثور مش بيديله الكبرياء بتاعه اللي هو عايزه. فاهمين يعني نقاط الخلاف اللي بينهم ممكن تكون جاية منين، بين البرجين دول تحديدا؟ كمان لو حصل اي مشكلة او خلاف، نفس اللي بيحصل مع الحمل والاسد هتلاقيه بيحصل مع الثور. الثور مش هيتنازل وبرج الاسد مش هيتنازل، ده هيتعصب وده هيتعصب، ده هيغضب وده كمان هيغضب، يبدأوا يخشوا في صدام مباشر. تخيلوا انتوا معركة بين ثور واسد، بين ثور واسد، تكون عاملة ازاي؟ وسعوا لها كلكم. العلاقة ما بين الاسد والحمل انجح بكتير ما بينها وما بين الثور والاسد، لان الاسد والحمل بخلاف نقطة العصبية وعدم التنازل وسرعة الغضب، في حاجات كتير قوي بتجمعهم لاشتراكهم في الطبيعة النارية الواحدة. بينما الثور مع الاسد تقريبا الحاجات اللي بتجمعهم حاجات تكاد
لا تذكر. الأسد برج يعشق الأضواء والانطلاق، والطور برج يعشق الاستقرار، وبرج بيعشق الأسرة والهدوء. الأسد زي ما احنا بنقول يعني بيحب الأضواء تكون مسلطة عليه، بيحب إن هو يخالط الناس. الطور بتلاقيه متحفظ شوية، كل حاجة بحساب وبحدود. يعني دي نقاط كلها بتجعل نسبة التوافق مش الأمثل يعني، أو مش عالية أوي في العلاقة بين البرجين دول. يعني برج الأسد مع برج الحمل علاقة نقدر نقول عليها جيدة وجيدة جدا، برج الثور مع برج الأسد علاقة بتحتاج مجهود ونفهم طباع بعض عشان ما نخشش في صدام. هي علاقة صعبة، علاقة صعبة التوافق فيها مش عالي. بينما أسد مع جوزاء علاقة ناجحة جدا جدا جدا. ليه بقى؟ باختصار هنوجز الكلام كله، الجوزاء عنده من الذكاء الاجتماعي، من الذكاء الاجتماعي اللي يعرف ان هو يدي للأسد البرستيج بتاعه. أنثى الأسد لو بتتعامل مع رجل الجوزاء هيحسسها ان هي مفيش أنثى زيها في العالم، ورجل الأسد لو بيتعامل مع أنثى جوزاء هتحسسه إن هو مفيش رجل زيه في العالم. ومادام أنت دخلت البرج الأسد من النقطة دي، إذا أنت عرفت زي ما احنا بنقول كده من أين تؤكل الكتف. أنت كده عرفت نقطة ضعف، أو حطيت إيدك على نقطة ضعف برج الأسد. الحاجة اللي بيحبها برج الأسد، هو الملك بيحب إيه مثلا؟ أكتر حاجة ممكن تسعد الملك إيه؟ إن الناس تمدح فيه، إن الناس تعظم فيه، إن الناس تمجد فيه. بيحس فعلا إن هو الملك. هو هي برج الأسد تحديدا الحتة دي بتفرق معاه. والجوزاء بيجيد في الفن ده كمان. الجوزاء هيبقى على هوا برج الأسد، منطلق بتاع خروجات يعني، فرفوش مش نكدي. لو لقى الأسد متنرفز عنده هو روح الدعابة والذكاء الاجتماعي اللي يقدر ان هو يعني زي ما احنا بنقول كده ياكله بالكلام، يقدر ان هو يعني تلاقي العلاقة بينهم لذيذة. طبعا لا تخلو الحياة من الضغوطات والمشاكل اللي ممكن تقابل اي اتنين بيتعاملوا مع بعض، ولكن احنا بنتكلم على منظور العلاقة بشكل عام وعلى المدى الطويل. يعني هل العلاقة ناجحة ولا لا؟ اذا هي من العلاقات الناجحة جدا. أسد مع برج السرطان، يمكن اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن توافقات برج السرطان، قلنا في مشكلة بين الشخصين دول او بين الشخصيتين دول او البرج. طب احنا مش بنتكلم عن التوافق العاطفي بس، احنا بنتكلم عن التوافق بشكل عام ايا كان، توافق اجتماعي، زمالة، صداقة، عاطفي، ايا كان، حتى لو الاتنين من جنس واحد. يعني لو سرطان مثلا واسد الاتنين بنات او الاتنين شباب، بنتكلم عن التوافق بشكل عام. ممكن بعد كده نعمل حلقات بقى نبقى نفصص فيها يعني البنت مع الرجل لوحدها، والرجل مع البنت، والصداقة لوحدها، بس الأول بناخد التوافق بشكل عام بين الأبراج ككل. أما برج الأسد مع برج السرطان، لا، السرطان من وجهة نظر الأسد، الأسد هيشوفه بيعيشه في دراما. يعني السرطان، أنا دايما يعني أنا قلت السرطان من الأبراج اللي بتزعل بسرعة، ومن الأبراج اللي عايزة محايلة وإمدادية، والأسد مش بتاع الكلام ده. الأسد ما يتحايلش، ولو اتحايل مرة ما بي يعني ما يعملهاش تاني. ده تبقى كده، ده احنا يبقى مش مصدقين ان هو عمل كده. هو مش بتاع الكلام ده برج الأسد، ما تنتظرش منه الكلام ده. وعلى فكرة أبراج الأسد من الأبراج اللي يعني قبل الجواز حاجة وبعد الجواز حاجة. قبل الجواز ممكن تلاقيه بيعمل للطرف الآخر كل حاجة، الرجل تحديدا، رجل الأسد. بعد الجواز بيتغير شوية، أو بيتغير 360 درجة. الأسد، رجل الأسد تحديدا، مش الأنثى. إن كان الأنثى بعد الجواز بتتغير للأحسن بكتير على فكرة يعني. فمن هنا تأتي نقاط الخلاف بينهم. وبعدين برج السرطان هيعوز إن هو يمتلك برج الأسد. هل الملك هيسمح لحد إن هو يمتلكه؟ هل الأسد هيسمح لحد إن هو يتدخل في خصوصياته؟ الموضوع يعني بالبديهي كده غير مقبول. هل برج الأسد هيهتم برج السرطان باستمرار؟ هل السرطان عنده يعني القدرة ان هو، وهو برج متقلب المزاج جدا، يعني ممكن تلاقيه بيزعل في اليوم 5 6 آلاف مرة، ممكن تلاقيه بيزعل في اليوم 5 6 آلاف مرة، هل هيعرف يجاري برج الأسد؟ يعني اللي عايز الحياة وردي، واللي عايز يبقى مفرفش، واللي عايز دايما يتقال له كلام حلو ومدح، هل هيلاقي ده في برج السرطان؟
طيب هل رتم برج السرطان الهادي الرقيق ده هيتشابه او هيتقارب مع رتم برج الاسد الناري؟ هل المية سرعتها زي سرعة النار؟ يعني بالبديهي كده اكيد الدنيا هتكون صعبة بين البرجين دول، عشان كده لازم كل طرف فيهم لو هيرتبطوا ببعض يفهم طباع الطرف الاخر عشان يقدر ان هو يتأقلم عليها لو حابب ان هو يكمل. انا دايما بقول ما دام في حب كبير يبقى هندوس على نفسنا وهنتقبل طباع الطرف الاخر، مش هنقدر نعمل كده يبقى من البدايه ما نغامرش. بينما بقى برج الاسد مع برج العذراء هي علاقه ايضا صعبه جدا، بس قبل ما ناخد الاسد ناخد الاسد مع الاسد، الاسد مع الاسد علاقه مش وحشه، ولكن المشكله بين الاسد والاسد في العصبية الكبيرة وأيضا عدم التنازل. اتنين ملوك يلتقوا مع بعض، أي ملك يتنازل للآخر، مين فيهم هيتنازل للآخر؟ هي دي المشكلة. ما عدا ذلك هتلاقي الدنيا بينهم زي الفل، هتلاقي الدنيا بينهم زي العسل، بس المشكلة لما يتجننوا أو يتعصبوا على بعض وواحد فيهم يحاول بقى يتنازل للطرف التاني، انت مرة انا مرة نسستمها مع بعض كده عشان نحافظ على العلاقة، ولكن بشكل عام العلاقة جيدة بين الطرفين دول. الأسد مع برج العذراء الترابي واحدة من أصعب العلاقات اللي ممكن أنت تواجهها في حياتك، رغم أن العذراء ممكن يستحمل برج الأسد، ولكن صراحة الأسد يمل من برج العذراء سريعا، الأسد يمل من برج العذراء سريعا وممكن أن هو يجرح، ودي هي المشكلة الأزلية اللي بينهم، لأن العذراء عقلاني جدا، العذراء ما بيعجبوش شوية يعني طيشان برج الأسد وبيشوفه مغرور، هو برج العذراء بيشوف الأسد مغرور، هو الأسد مش مغرور بس الأسد عنده حتة تناكة شوية، عنده حتة إحساس بنفسه شوية، ممكن الطرف الآخر يفسرها على إنها غرور، لكن هو من جواه على فكرة بتلاقيه طيب جدا، هو بس مشكلته في الهالة اللي بتبقى حواليه دي. فبرج العذراء بيشوف الأسد مغرور عليه، بيشوفه بيتنطط عليه شوية، بيشوفه مش مقدره شوية، هي مشكلة برج العذراء مع برج الأسد كده. وكمان العذراء في حاجة الأسد ما بيحبهاش أبدا وهي الانتقاد اللاذع، ما هو العذراء ما بيعجبوش الحال المايل، العذراء ما يعرفش يشوف الغلط وما ينتقدش، بالذات لو كان حد قريب منه أو المفروض إن هو يعز عليه أو يخصه، يعني لازم هينتقد، وما دام هينتقد هيخلي الأسد ينفجر، هيخلي القنبلة النووية دي تنفجر في وشه، ومن هنا العلاقة دي بتكون واحدة من أصعب العلاقات واللي دايما بيكون فيها توترات. لازم نفهم طباع الطرف الآخر لو مجبرين إن احنا نكمل في علاقة زي دي عشان نقدر إن احنا ننجح بالعلاقة يعني، أو نخفف حدة التوتر يعني على قد ما نقدر يعني. ممكن من المشاكل اللي تواجه الأسد مع العذراء لو الرجل عذراء والأنثى برج الأسد هتجننه، هتطلع عينه لو ما عجبهاش كلامه، هي صعب تروضها يعني، أنثى الأسد بشكل عام صعب إن أنت تقدر تروضها، كامرأة أسد صعب ترويضها جدا. العذراء غالبا رجل العذراء غالبا ما يفشل في ترويض الأنثى العنيدة والمتمردة دي، ومن هنا العلاقة بتكون زي ما احنا بنقول يعني فيها توترات كبيرة بين الجانبين. أما برج الأسد وبرج الميزان، فالميزان عنده من الذكاء اللي يقدر يعامل بيه برج الأسد، برج هوائي بقى دمه خفيف كمان، وعلى فكرة برج الأسد بيحب الشخصيات اللي دمها خفيف، مش الشخصيات النكدية، مش الشخصيات اللي بتعيش في دراما أو بتزعل بسرعة، هو بيحبش الكلام، هو بيحب كل ما يكون الشخصية فرفوشة وعندها القدرة يعني على خفة الظل وخفة الروح. حتى هتلاقوا الأبراج اللي معروفة عنها خفة الظل بتتوافق بشكل كبير قوي مع برج الأسد، فالميزان فيه الحتة دي. كمان جاذبية برج الميزان دايما بنقول عالية قوي، فممكن يجذب برج الميزان بسرعة قوي، وأيضا الميزان بدوره ممكن كمان ينجذب لجاذبية برج الأسد بسرعة عالية قوي، الاتنين عندهم جاذبية عالية قوي، فما بالكم بقى لما يلتقوا الاتنين مع بعض ممكن يحصل ارتباط سريع بينهم، ممكن يحصل اعتراف سريع بالحب أو بالإعجاب بينهم، ممكن كمان يحصل زواج بينهم سريعا، وصعب الاتنين دول يملوا من بعض، يعني صعب الاتنين دول يزهوا من بعض، لأن كل واحد فيهم بالذات الميزان بيفهم طلبات برج الأسد قوي وبيعرف يعامله قوي، بالذات لو أنثى برج ميزان مع رجل أسد بتعرف يعني تعيشه ملك زمانه، لو هي عايزة وبتحبه بجد وحاطة في دماغها، والرجل كمان بيقدر إن هو
يتعامل مع برج الأسد. والميزان في حتة حلوة ان هو لما بيحب برج الأسد بيقدر يمتص زعل، وقت الغضب، وقت الزعل، وقت الضيقة. هو سياسي وبيعرف يتعامل بالمنطلق ده مع البرج ده. أما برج الأسد مع زعيم الغموض الأول برج العقرب، الدنيا صعبة. الأسد برج واضح، الأسد برج واضح، وبيشوف في العقرب إن هو غامض زيادة عن اللزوم، ودي بتضايق الأسد. الملك بيحب يبقى فاهم كل حاجة، الأسد شايف نفسه ملك فبيحب يكون فاهم كل حاجة، فلما بيبدأ يلاقي برج العقرب عمال، أو برج العقرب فيه الغموض اللي معروف عنه، ودي حاجة أصلا هو مفطور عليها برج العقرب، بيتخنق برج الأسد، بيزعل برج الأسد. كمان العقرب ساعات بيتجاهل في أحيان كتير وبيتعامل ببرود متعمد. هل الأسد هيقبل ده؟ ده نار وولعة. هل لو هي أنثى، برج الأسد الأنثى العصبية المتحررة السريعة دي، اللي عندها يعني انفجار سريع في مشاعرها في أحاسيسها، هل لو برج العقرب تبارد معاها هتتحمله؟ ده مش هتتحمله، ده هتفتح النار عليه على طول. إذن من هنا يأتي الصدام. كمان برج العقرب هيحاول يخنق ويحجم برج الأسد، هيحاول إن هو يلف حواليه، فبرج الأسد عايز ينطلق براحته. إذن العلاقة دي أيضا من أصعب العلاقات، الاتنين مسيطرين. العقرب بيحب يسيطر تماما، حتى لو أنثى بتحب تسيطر على الطرف الآخر، والأسد نفس الكلام، والأنثى أيضا، أنثى الأسد تحب إن هي تسيطر على الطرف الآخر. حتى الاتنين دول لو إناث، أنثى عقرب مع أنثى أسد، ممكن الاتنين تلاقي الدنيا بينهم يعني فيها شد وجذب شوية. العلاقة صعبة، صعبة لأسباب كتيرة قوي، علاقة مجهدة حرفيا الاتنين دول أيا كانت الأطراف، عشان تبقى حاطط في الاعتبار. برج العقرب مش بتاع تنازل، ودي مشكلة لو حصل أي صدام. الأسد هيستنى برج العقرب يتنازل، والعقرب بدوره يعني هيزود في الموضوع وهيكابر ومش هيتنازل، وممكن يوصل الموضوع بينهم من هنا لنقطة خلاف كبيرة قوي. والعقرب من الأبراج اللي بتحب زي ما احنا قلنا تتبارد، من أحد سياساتها للعقاب إن هي تتبارد مع الطرف الآخر، وهو بيقدر يعمل كده أوي. حتى لو بيموت في الطرف الاخر، لو بيموت فيك يقدر يديك ايحاء مغير قوي. احنا عملنا حلقة قبل كده قلنا الابراج اللي تقدر ان هي تعيشك في الوهم، برج العقرب جه في المركز الاول، تصدر ترتيب الابراج كلها، عشان تعرفوا ان هو متمرس في حاجة زي كده. اسد مع قوس علاقة تشبه علاقة الاسد مع الميزان، علاقة جميلة. الاسد بيشوف في القوس برضو ايجابية، خف الدم، انطلاق. اي نعم القوس ساعات بيدي للاسد كده يعني بينتقده في وشه كده، ولكن بيقدر ان هو يتدارك معاه الامور. احيانا كمان القوس بيتنازل احيانا، بيتنازل لما يشوف نفسه مخطئ لبرج الاسد. لو هي بنت قوس ومعجبة برجل الاسد، ممكن تديله مفاتيح القيادة شوية، وده بيعجبه، بتضحك معاه، تهزر معاه، تخرجه من دور الكآبة، بتكون داعم وسند وشكل إيجابي. هما دمهم خفيف عامة ومقبولين ومحبوبين، وممكن انت تحبهم زيهم زي الميزان كده من النظرة الأولى. انت ممكن تشوف بنت برج القوس تحبها من النظرة الأولى، ممكن تشوف رجل قوس تحبه من النظرة الأولى. عارفين في شخصيات كده وضع على وجهها القبول، زي الميزان، زي برج القوس على سبيل المثال. ابراج اول ما تشوفها تحس ان هي دخلت قلبك على طول من اول مره، وتحس ان انت بينك وبينها 10 سنين، بتعرفها بقالك فتره كبيره قوي. بالذات برج القوس وبرج الميزان فيهم الحته دي، ودي بتلائم جدا شخصيه برج الاسد، رجل او امراه. اما حينما يلتقي برج الاسد مع منافسه اللدود على زعامه الابراج، واحد من الأبراج أيضا اللي بتشوف نفسها دايما أحق بالزعامة من برج الأسد، ولذلك في صراع أبدي وأزلي وتنافس حتمي بين البرجين دول، أسد وجدي ترابي. برج الأسد حينما يصطدم ببرج الجدي الترابي، فهو اصطدم بالحائط الأصلب أو بالحجر الأقوى، الدماغ الأنشف التي لن تتنازل حرفيا حتى لو كانت هي الأنثى. رأيها من دماغها أوي، صوتها من دماغها أوي، لا تقبل بتاتا إن حد يفرض رأيه عليها، لا تقبل إن هي تقاد، بل عندها روح الشجاعة والقيادة.
ما يعجبهاش كتير قوي من تصرفات برج الاسد. الجدي بشكل عام ما يعجبوش كتير قوي من تصرفات برج الاسد. الجدي يبدأ يتغر على برج الاسد ويتنك عليه ويشوف نفسه عليه مع الاسد بالذات. ده بيحصل ما تعرفش ليه، ما تعرفش ايه اللي بين البرجين دول، جدي مع اسد غالبا، يعني تلاقيهم الاتنين كده مع بعض عاملين زي نائر ونقير، ما تعرفش ايه اللي بينهم، تلاقي فيه روح تحدي خفية كده بين البرجين دول. طبعا ده بيجنن برج الاسد، برج الاسد مش متعود ان حد يعامله كده، ومن هنا العلاقة دي صعبة، هي علاقة صعبة من اصعب ان لم تكن اصعب توافق في التوافقات كلها مع برج الاسد. ممكن يجي برج الجدي ده رجل او امرأة، صعبة جدا بكل المقاييس، لان الاتنين حرفيا متشابهين في حاجات كتيرة قوي. الجدي متسلط، يعني الجدي متسلط ويركز مع برج الاسد وينتقده ويتغر عليه ويتنك عليه، يعني الجدي بيعمل الحاجات دي كلها، الجدي دي طباعه، الجدي ما بيعديش، بيدقق في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل. من هنا في صدام كبير قوي في العلاقة دي، ما كانش الطرفين عندهم يعني اقتناع تام ببعض وحب كبير وهيتنازلوا، واحد فيهم هيضحي والعمليات تبقى رايحة وجاية كده، لا يبقى الدنيا نخلي بالنا من البداية. مع برج الدلو الهوائي علاقة تمشي، الأسد أو برج الدلو ممكن يتنازل لبرج الأسد، مش حتة يتنازل، يعني الدلو ممكن يسايس برج الأسد، يعرف إن هو يسايس برج الأسد، يعني يمشي على الهوا بتاع برج الأسد، بيستخدم هو ذكائه شوية اللي معروف عنه. الأبراج الهوائية عامة مع الأسد بتستخدم ذكائها في الحتة دي عشان تنجح بالعلاقة لو هي حابة. طبعا بتلاقي العلاقة بينهم كويسة. رجل الدلو كمان بيعرف يتعامل جدا مع أنثى الأسد، ما يعني هي بتتعصب بسرعة، هو عنده حتة العصبية مش سريعة فبيمتصها، هو يعرف يعني يقول لها، يحسسها إن هي برنسس، يحسسها إن هي ليدي، يحسسها بقيمتها، بيعرف هو على الهادي كده ويجيد هو في الحتة دي، بتحس إن هو دماغ، يعني أنثى الأسد بتحس إن رجل الدلو دماغ، إن هو مختلف شوية، إن هو عقلية شوية، والعكس رجل الأسد برضو بيشوف الكلام ده في ست الدلو وبتعرف تدلعه، يعني بتعرف إن هي تتعامل مع العلاقة دي من أنجح العلاقات اللي إحنا ممكن نقول عليها ناجحة مع برج الأسد بشكل عام، ناجحة جدا العلاقة دي بكل المقاييس، تقريبا بكل المقاييس، اللهم إلا إذا تبارد برج الدلو شوية أو بدأ إن هو يعني يتعامل بلا مبالاة، دي اللي ممكن تزعل برج الأسد منه. ولكن الدلو لما بيحب برج الأسد بيلحق نفسه، يعني الأسد بيجي مفوقه كده، الدلو بيفوق على طول، بيقول له إيه، أنت هتمشي في الدور ده ولا إيه، أبدأ أقلب على الوش التاني. فبرج الدلو ما بيديش فرصة للأسد إن هو يعمل حاجة زي كده. بينما الأسد مع الحوت المشكلة كلها إن الأسد ممكن يجرح برج الحوت بشكل صادم، بشكل صادم. هل الحوت يقبل إن حد يتعامل معاه بكبرياء عالي شوية؟ لا، دي صعبة شوية. هل الحوت رتم حياته سريع يجاري رتم حياة برج الأسد؟ لا، ولكن الحوت عنده ذكاء ولا سيما الذكاء العاطفي، فيقدر إن هو يحتوي جدا برج الأسد. وأنا هنا بتكلم عن الأنثى، لو احنا بنفترض إن الرجل أسد والأنثى هي برج الحوت، هي عندها من الاحتواء اللي تقدر إن هي تحتوي، بس أنا لو تسألني أنا شايف إن هي هتبقى مظلومة معاه. يعني أنا لو بتسألني عن علاقة أنثى حوت مع رجل أسد أقول لك هي ممكن تحتويه والعلاقة دي تمشي، ولكن هتيجي على نفسها، هي اللي هتكون مظلومة، هي اللي هتتعب معاه، لأن الأسد أحيانا ما بيقدرش حتة الحوت دي، أو ما بيقدرش تعب الحوت ده شوية، ما بيراعيش إن هو يعني برج من الأبراج الرقيقة جدا، ما بيراعيش هو الحتة دي. بينما رجل الحوت مع أنثى الأسد هتجننه، زي ما هتعمل مع رجل العذراء كده، هتشوف نفسها، يعني هتشوف نفسها عليه، ممكن تستغل حنيته دي بشكل عكسي، ممكن تبدأ ان هي توجه لانتقاد لازع، ممكن تتهمه ان هو مثلا مش على مستوى طموحاتها، ممكن تتهمه ان هو نكدي. هل الاتهام بتاعها هتكون معاها حق فيه او مش هتكون معاها حق
ما نعرفش او ما لناش علاقه، ولكن ده اللي هيحصل. هتلاقي العلاقه دائما لا تخلو من النقطه دي، الحوت عصبي والاسد بيتنرفز بسرعه، ودي ايضا مشكله. الحوت ممكن يصبر ولكن ساعه ما بيتعصب بيشيط، والاسد اول ما يلاقي برج الحوت اتعصب يبدا يجيب القديم والجديد وينتقد، ويدي للحوت يديله ممكن يقضي عليه خالص وهو مش واخد باله، يقضي عليه نفسيا طبعا. فالعلاقه دي بتحتاج يعني الطرفين يفهموا بعض على قد ما يقدروا، هي علاقة مش التوافق الأمثل أو التوافق المرجو يعني بين البرجين دول. أتمنى الحلقة تكون أفادتكم، معلش حلقات التوافق بتكون طويلة إلى حد ما. اكتبوا لي آرائكم وعرفوني بنفسكم، وأنا بتعرف عليكم من خلال تعليقاتكم.